يقول يعني الدعاء ليس مقصورا على الفقراء بل الأغنياء يحتاجون. تحضرني أبيات بهذا الموضوع: دنيا تقلب كل حزة لها لون، دمع وفرح وأحزان تسبقها لهات، ما فيه مخلوق منعم بهالكون، كبير ولا صغير ولا صغير يذوق لوعات. دنيا تقلب كل حزة لها لون، دمع وفرح وأحزان تسبقها لهات، ما فيه مخلوق منعم بهالكون، كبير ولا صغير يذوق لوعات. تعال شوف قصور الأفراح وشلون، شوف المقابر والتعازي بالأموات، اللي فرح جوله جماعة يهنون، واللي فقد عندهم عزين زافات، أحد يعزونه عربه يواسون، وأحد يهنى بالضنا والبشارات. دنيا كف الله شرها دون في دون، نسبح بلجتها نريد الملذات، كم من فقير سعيد وهامور مغبون، أرزاق من ربي لأفراد وجماعات، كثر الثرى ما فاد من قبل قارون، الربح في مرضات رب السماوات، يلا يا الله يا من له عباده يصلون، تجعل لنا حظ بقبول الصلوات. تسلم يا ابو محمد، بارك الله فيك. ابو سيف نبغى نسمع منك شيله.